بخير يا شباب. طبعا زي ما ضربتوا المرة الماضية انه انتم بدكم امثلة اكثر عن الهيوريستيك فانكشن بما انه هي محل اسئلة، فبدي اعطيكم امثلة اكثر. حتلاقي انت عندك على هنا تحت الجيم بلاينج في عندك هنا evaluation function examples، حديكم ثلاث امثله اضافيه انه حتوسع في التشيس، وحديكم التيك تاك تو والايت بازل. طبعا عشان انت تتخيل الموضوع خلينا نلعب تيك تاك تو. في عندك ويب سايت اسمه play tic tac toe اونلاين، طبعا بدنا نعمل هيوريستيك فانكشن. مطلوب منك انه انت تعمل هيوريستيك فانكشن. فالهيوريستيك فانكشن هي عبارة عن دالة بتحاكي طريقة اختيار او اسلوب اختيار الانسان في انه وين يختار، العب هنا ولا هنا ولا هنا، ايش احسن اشي؟ ايش احسن اشي؟ في النص. ليش؟ شو السبب؟ اكتر خيارات. كم خيار بدي لك؟ طبعا الهدف في التيك تاك تو انه انت ايش تعمل؟ ايش تعمل؟ ايش الهدف؟ ايش الجول؟ ستريت لاين. تعمل ستريت لاين سواء انه بشكل قطري او بشكل افقي او عمودي. تمام؟ حكيت هنا كم ستريت لاين انت بتعمل؟ واحد اثنين. تمام؟ طيب هنا كم ستريت لاين انت بتعمل؟ ثلاثة. عد كويس. واحد اثنين ثلاثة اربعة. تمام؟ فبالتالي انت اختيارك الاول انت اجيت قلت لي انا بدي اياك تختار انه هنا اللي في النص، بدي لك خيارات اكتر، احنا حسبنا اللي فوق لقينا انه هي ثلاثة، هادي اربعة. طيب هنا قديش؟ ثلاثة. تمام؟ واضح انه هنا فعلا بدي لك اربعة خيارات، انه اربعة خيارات انت تعمل straight line. بس هل هذا هو الاشي الوحيد اللي انا ممكن اطلع عليه؟ لا، هو في خصم بيلعب برضه. كيف؟ صحيح. ايش بدي اطلع كمان؟ يعني انه انا اقدر اجيب الثلاثه حتى لو حط هو تبعت مثلا نفس الوقت مسارين، انه هو لو حط انا اقدر احطها على الستريت. طيب انا بالنسبه لي كم خيار؟ هاي واحد تنتين ثلاثه اربعه خمس خيارات. انت وظيفة الدالة تبعتك ايش تدي لك؟ سكور، انه تقول لك هنا السكور هالقد، هنا السكور هالقد، هنا السكور هالقد، هنا السكور هالقد، هنا يفترض يدي لك اعلى سكور، صح؟ هيك المنطق بيقول. ليش؟ ايش السبب اعلى سكور؟ انه انت بتعمل بلوك، وشغلة تانية انه انت في عندك احتمالية انه انت ستريت لاين انه تحط هذه الثالثة هنا، صح؟ يعني هنا انه انت بتشكل انه انت شغلتين انت عندك هنا كستريت لاين، وفي نفس الوقت انت بتسكر عليه. كيف بدنا داله؟ هذا كلام كله هيك يعني في الهواء، بس بدنا داله. يعني قصده تعادل ولا فوز؟ لا الجد، يعني عندك مفتوح للخصم وعندي مفتوح انه اجيب السكور، لمين بدي اروح؟ ما هو السكور انه اذا كان هذا سكور بخليني افوز؟ لا طبعا، ما هو اذا فزت خلص بتسكر اللعبه، بتخلص اللعبه، بيصيرش له فرصه انه هو يلعب. فبالتالي الاولويه انه اذا كان في مكان او حركه بتخليني افوز باخذها، واذا كان في حركه انه بتخليني اسكر عليه بس ما افوزش باخذهاش، باخذ اللي بتخليني افوز. لكن لو انا عندي ضمن الخيارات انه في عندي حركة بجيب سكور معين مش ضرورة ان انا افوز، وحركة تانية ان انا اسكر عليه، اختار هاي ولا هاي؟ اختار اسكر عليه. ليش؟
اذا اذا ما سكرتش عليه هو بفوز بتنتهي اللعبه. تمام، واضح كيف الاولويات بتختلف. بدنا داله لهذا الكلام، نبحث على الجيت هاب في الامتحان. حيكون بدك تستخدم مهاراتك التحليلية، بدك تستخدم مهاراتك التحليلية وتصيغ لي اشي منطقي. والله لقيت اللي انت عامله اشي منطقي بتاخد علامة. طيب 3 dimension 2 2. طيب بعدين بدنا نعمل لكل مربع من هذول ويت، والويت هذا بده يتغير حسب المعطيات اللي بتظهر. كيف بده احسبه وكيف بده يتغير؟ عمليات. هيك بدك تكتب لي في السؤال عمليات؟ خلاص بدك تحلل انت. ماشي، حلل معايا، قول لي كيف. بحط لكل مربع رقم، مثلا اذا اجى مثلا 1 3 او 4، اختار 3 و5 و7 يكون هو الفائز. ماشي، انا بلعب ضد بدي الكمبيوتر. كم الكمبيوتر؟ يعني افترض انه انا كمبيوتر، تمام، بدي العب يا هنا يا هنا يا هنا يا هنا يا هنا. انت بتقول انه انت في عندك 5 خيارات، يبقى في عندك 5 ويتس. الويتس هدول كيف بدي احسبه؟ كيف بدي اخليه انه يختار هاي الويت، انه تكون هذه الويت اعلى؟ لا، بدك تستهدف بالضبط. اذا كان هدول المربعات اللي انا بعرفهم، اذا كان الخصم بعطونا الخصم زيرو ولا بده يلعب 1، وبشوف اذا هل في خط بده يصير بعدها 1 ولا بده يصير 0. استخدم هيوريستيك فانكشن اللي هي انت المفروض انه انت تحطها. ايش هي الهيوريستيك فانكشن؟ طيب بدنا نعمل صياغة هنا، تمام. هاي عندي الرسمة، هاي البورد انا عندي زي هيك. انتوا حكيتوا في الاول انه انا بدي اختار الجيم او بدي اختار المكان او الحركة اللي بتعطيني اكتر خيارات، تمام. فبالتالي هنا بدي اخد انه رقم 1، بدي اختار اللي هو النمبر اوف possible straight lines. بدي اختار الحركة اللي بتعطيني اكبر عدد ممكن من الستريت لاينز، تمام. طبعا هذا الكلام في كل حالات البورد، سواء كانت انه initial او مش initial. يعني على سبيل المثال انا هنا والبورد فاضية، كم خيار انا عندي؟ 9. كم خيار انا عندي؟ 4 straight lines، وحكينا انه هنا 3 straight lines، تمام. طيب شوف لي هاي البورد، انه احنا وصلنا لحاله انه انا لعبت هيك راح سكر علي زي هيك، تمام. انه انا بدي اختار الحركه اللي بتديني الستريت لاينز، تمام. انه انا ممكن اختار هنا، هنا كم خيار انا عندي؟ هيك وهيك، بس واحد مفهوم، تمام. لا مش كيف الخيارين مش موجودات؟ ايش يعني الخيارين مش موجودات؟ يعني ما فيش حد مسكر عليه بالضبط. يعني انه لو اخترت هاي انه بدي لي 2 straight lines، تمام. هنا حيصير برضه عندك 2، واحد هيك وواحد هيك من الاصل. معنى ذلك انه هذا الستريت لاين صار ملغي، تمام. معنى ذلك انه انت بدك تطلع على النمبر اوف بوسيبل ستريت لاينز
تمام. بغض النظر انت لو كنت في الانيشال ستيت او في الانيشال بورد، تمام، البورد لسه فاضية ما لعبناش فيها، او انه احنا كنا لاعبين وهو كان حاطط الاو هنا، فبالتالي انه هذه قديش بتصير، بدل ما كانت اربعة صارت ثلاثة، فبالتالي انت بتروح تطلع على حركات انه انه قديش ستريت لاين انه انت بتاخد فيها، تمام. طيب نيجي نشوف هذا الخيار لحاله ممكن اعتمد عليه ولا لا. لنفترض انه انا لعبت هيك وهو لعب هيك، وانا لعبت هيك وهو لعب هيك، كم خيار انا عندي؟ 1 2 3 4 5. هاي كم ستريت لاين؟ 2. لا هاي هاي وهاي، هذا مسكر. بس هيك هتخلص اصلا. كيف؟ هتخلص بالضبط. هاي فبالتالي انه هاي النقطة لوحدها بقدرش ان انا اطلع عليها. تمام؟ بدي اطلع على بوينتس ثانية. اللي بدي اوصل لك اياه انه احنا في المحاضرة الماضية لما شفنا اخر سلايد هنا، انه حكينا انه التشيس هي عبارة عن ويتد سم او لينير ويتد سم لمجموعة من الفيتشرز، فبالتالي زي كأنه انت بتصيغ مجموعة من النقاط وبدك تعمل كومبينيشن بيناتها. يبقى اول حاجة بدك تطلع على النمبر اوف ستريت لاينز، تمام. يبقى رقم 2 هنا ظهر في عندي نقطة جديدة، هيك بدك تفكر بطريقة تحليلية، تمام، وبدك تصيغ لي ايش هي الشغلات اللي بدك تعمل كومبينيشن بيناتها وتصيغها في معادلة. يبقى هنا انه choose the move that makes me win، تمام. يبقى هنا لو اجيت اطلعت على number of straight lines هنا قديش حكينا؟ 2 بس، مع انه انا في عندي، نرجع للبورد ثاني زي هيك، ايش حكينا انه البورد شكلها انه هيك وهيك وهيك وهيك. هل في هذه حكينا انه 2 صح؟ تمام. طيب هاي هنا قديش؟ 1. هاي 1، هاي 2 بس. طيب هاي 2، هاي بس، وهاي نعم. ماشي، بس انا يعني انت بدك تصيغ، بقول يعني بقول كاش انه انا باجي بلعب هالجيت انه انا مش هحتاجها. انت بدك تصيغ انه انت بدك ترتب اولويات، انه انا هاد بدي احطها فوق ولا بدي ادور على هاي. يعني بعبارة أخرى أنه أنا بدي أجي أقول لك أنه أنت على سبيل المثال ممكن أنت تلاقي لعبة معينة بتلاقي أنه حركة معينة بتدي لك عدد straight lines أكثر من حركة بتخليك أنه أنت تفوز. تخيل معايا إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ أنه ممكن حتى لو سألت عليك هدول عندك خريطة أنه تفوز. لا، معنى هذا الكلام انه انا بديش اطلع على هذه بس، يعني على سبيل المثال ممكن تكون في عندي حركة تعطيني 3 straight lines وفي حركة تانية بتخليني افوز. بدي اختار بالضبط، فبالتالي هذه بدي انقلها فوق. هاي اللي بقصد، هاي اللي بدي اوصل لك اياه، هذه بدها تصير رقم 1. يبقى بدي اطلع دائما اي حركة بتخليني انه انا افوز بدي اختارها. ايش كمان بدي اسوي؟ بدل ما بدي اختار بين عدة حركات، ايش بدي اختار؟ الحركات اللي بتأدي لفوزي. ايش هي الحركات اللي بتأدي لفوزي؟ انه عدد، لا مش تسكير لسه، اللي بتديني اكبر عدد ممكن من انه انا اسوي straight lines، وشفنا كيف انه احنا بنحسبها، تمام. طيب ماشي، نيجي ل state معينة انه انا عندي هاي هيك وهيك، تمام، وعندي هيك وهيك.
هل في حركة بتخليني أفوز؟ لا ما فيش. بدي أطلع على هذه اللي هو number of straight lines. هنا كم straight line؟ واحد اثنين. طيب هنا واحد اثنين. طيب هنا واحد اثنين. طيب هنا واحد. طيب هنا واحد اثنين. وين الثالث؟ الثالث مسكرة. فبالتالي كلهم متساويين. هل اختار بين المتساويين بشكل عشوائي ولا اسكر عليه؟ طيب يبقى هنا رقم ثلاثة بلوك اوبوننت. اوبوننت الخصم. يبقى انا لو في عندي خيار بديني عدد معين من الستريت لاينز وخيار تاني انه انا بدي اخليني اعمل له بلوك. طبعا بلوك من الفوز مش انه بلوك يعني انه شو اسمه بالضبط. طب مين اهم؟ لا نعمل بلوك ولا بدك تنقلها هنا؟ ايش بتقول؟ قول لي ايش بتقول لعمل لك بلوك بعدين. تمام. هذا الكلام بدك تديله سكور وهذا الكلام بدك تديله سكور. يبقى هنا لما انا ارتب الاولوية هذه بروح بديله سكور عالي. على سبيل المثال هنا مثلا اقول 30 وهذه بديلها سكور اقل 20. ليش هذه انه اقل من هذه؟ لانه لو في حركة بتخليني افوز وحركة بتخليني اعمل بلوك افوز ولا اعمل بلوك؟ افوز. فبالتالي هدي اديلها ويت اقل. طيب لا في فوز ولا في بلوك بروح بدي اختار الحركة اللي بتديني عدد اكبر عدد ممكن من الستريت لاينز امكانية يعني. فبالتالي ممكن اقول هنا 10 زي هيك. تمام. طيب هذا الكلام انت حتشوفه وين؟ زي ما ذكرت لك هنا هاي المثال هذا التيك تاك تو. طبعا هذا جافا امبلمنتيشن بالتيك تاك تو وتروح لي هنا على هيورستيك بورد ايفالويشن. هيورستيك بورد ايفالويشن ايش بحكي لي هنا؟ بدي احكي له بدي اعطي له بلس 100. بدي احكي ايفالويشن فانكشن لازم ترجع نمبر وانت هيك بدك تصيغها بدك تصيغ ده لترجع نمبر. انا حكيت والله حرجع 100 للخيار اللي بديني 3 ان الاين يعني 3 ان الاين بالضبط. فبالتالي اذا فزت باخذ بلس 100. طيب حديله 10 للخيار ليش بديني 2 ان الاين. هنا اتطلع على شغلة مختلفة. انا كنت اطلع على number of straight lines. هنا ايش اتطلع؟ two in a line. ايش يعني two in a line؟ يعني انا على سبيل المثال يعني انه انا على سبيل المثال انه هذه بتديني اكبر عدد من straight lines بس في نفس الوقت انا عندي هنا x وعندي هنا x. تمام؟ هذه انه تديني two in a line. انا في عندي هنا اكس لعبها انا في الاول فالافضل هاي مش هاي. ليش؟ لانه هذه بتديني انه 2 ان الاين بشكل متجاورات اما هاي لسه انا فاضي. ماشي اوكي. لا هي مزبوط كلامه انه بتدي لك هيك بشكل انه الستريت لاين بشكل دياجونال. كيف؟ يعني على سبيل المثال انه هاي هذه اكس وهي هذه اكس. تمام؟
في عندي خيار إن أحط الإكس هنا أو أحط مثلا الإكس هنا. هاي ممكن تديني ثلاثة لأنه هي على الكورنر صح؟ تمام؟ أو بلاش، خلينا ناخد هذه تطلع مظبوطة أكتر إشي، إنه هاي إكس وهاي إكس تمام؟ هذه قديش بتديني؟ ثلاثة صح؟ ثلاثة straight lines. لكن هاي هذه فوز. أوكي طيب أوكي، بقى بدنا نقارن هاي. أنا عندي لعبت زي هيك، خلينا بلاش، خلينا نستثني هذه لأنه هذه إنه لها حالة خاصة إنه يعني بتنفع مع الكل، إنه أحط هنا أو هنا. هذه بتديني ثلاثة straight lines وهذه بتديني ثلاثة straight lines، بس أنا ليش بدي أضنر؟ إنه لو لعبت هاي إنه أنا في عندي two in a line، أما لو حطيت هذه one in a line، فبالتالي هذا الكلام بالضبط. إنه بدي أطلع على معيار مختلف عن المعيار تبعي، إنه هذا المعيار أفضل. المعيار اللي أنا حطيته في الأول إنه هذا المعيار أفضل، إنه 10 لكل 2 موجودين في لاين، واحد ل 1 ان لاين. تمام؟ هنا باخدش بعين الاعتبار هذا المعيار اللي هو A number of possible straight lines. شايف الاختلاف بين الهيوريستيك فانكشن هاي والهيوريستيك فانكشن تبعتي؟ أنا صغت مجموعة من النقاط، ثلاث نقاط، وهو هاي صايغ ثلاث نقاط وحاطط السكورز هذه بالنيجاتيف للأوبوننت. لاحظ كيف إنه هدول التنتين مختلفات. الجواب للأسئلة هذه ما فيش أنت عندك حل وحيد، فبالتالي أنت في الامتحان مش حاجة أقول لك إنه في جواب واحد بس لازم يكون وهو جواب الصح. أنا بعتمد في التقييم على طريقة تحليلك بالضبط، إنه يكون تحليلك بشكل صحيح وبشكل منطقي. تمام؟ فبالتالي إنه هنا يعني إنه مختلف في الموضوع، هنا إنه بدي إنه 1.1 إنه 1 in a line. في المقابل بدي أخسر 100 نقطة لو الأوبوننت عمل 3 in a line بالضبط. فبالتالي هنا في المعادلة لما أجي أجمع هدول، هذه حتديني بلس 100، هذه حتخليني أخسر 100 نقطة. فبالتالي إنه مجموع هدول التنتين بالبوزيتيف وبالنيجاتيف بخليني فعلا أختار الخيار الصح، وفي نفس الوقت حديله حاخد ماينس 10، حخسر 10 نقاط إذا الأوبوننت إيش عمل؟ عمل 2 in a line، وحخسر نقطة إذا اختار الأوبوننت 1 in a line. تمام؟ وطبعا 0 otherwise. Included. ليش؟ لأنه كيف انا هعمل بلوك؟ انه هخسر 100 بالضبط، فبالتالي انه بالضبط عشان ما تخسرش بدك تسكر عليه. هجيت هذا الكلام احنا ممكن نصيغه كرول بيست استراتيجي، زي ما حناخد الباب الجاي ان شاء الله حناخد رول بيست اكسبرت سيستم. لاحظ ترتيب الرولز. رول رقم 1، if I have a winning move take it. إذا في عندي حركة بتخليني أفوز بنسى كل حاجة، سيبك من number of يعني two in a lines و three in a lines، خلاص في عندك حركة بتخليك تفوز خلاص خدها وخلصنا اللعب. تمام. الشغلة الثانية اللي بدك تديها أهمية مباشرة بعد هاي، إذا الأوبوننت في عنده حركة راح تخليه يفوز أعمله بلوك مباشرة، ما عملتلوش البلوك بلوك خلاص أنت انتهيت. تمام. ورقم الرول رقم 3، if I create a fork تمام. فبدي اطلع على الحركه اللي بتديني اكبر عدد من شو اسمه two winning ways او اكثر، طريقتين للفوز او اكثر، زي ما شفنا انه في النص انا في عندي 3 او 4 طرق. تمام. الرول رقم 4،
انه بدي اعمل بدي اعمل خصم انه يعمل فرقين. كيف؟ بتسمحش للخصم انه يعمل اتجاهين؟ لا، هذا استدراج. Do let the opponent creating a fork after my move. ليش؟ لأنه بدي أستدرجه، إنه بدي أستدرجه إنه أخليه هو يركز إنه هو بده يعمل إنه فورك، وفي نفس الوقت إنه أنا في عندي حركة فوز بتضيع عنه. عرفت كيف؟ إيش الفكرة؟ بالضبط. لو حطيتها او حطيتها مثل سوف هيعمل، ها؟ فانا حطيتها بالضبط. هذه انه خيار، انه استدراج، انه خليه هو يعمل فورك عشان انه انا بيكون في عندي خيار، انه في عندي حركه انه انا ممكن انا فايز فايز. هو المهم صح. كيف دون اخلي اه صحيح، فهمت عليك. اه انه ما تخلي الاوبوننت انه هو يعمل فورك بعد الحركه تبعتي. بالضبط هذه الرول، انه ليش انا بدك تقلل فرص الفوز تبعته. طيب ايش فايده هذا الرول بالبرمجه يعني لو بدي استخدمها في البرمجه؟ هذه انت في عندك اكسبس سيستم، حناخده المحاضره الجايه ان شاء الله. الفكره الاساسيه تبعته انه احنا بدنا نشتغل بنظام رولز. كيف نظام الرولز هاي؟ وبيكون في عندك رولز زي هيك، شغلة زي هيك، شغلة زي هيك، تمام؟ If the season is autumn and the sky is cloudy and the forecast is drizzle, the advice is take an umbrella. فبالتالي هذا الرول إكسبرت سيستم إنه بيشتغل بالآلية هذه. بيشتغل بالآلية هذه وبعمل reasoning. وبطلع لك ايش الخيار اللي بده يشتغله. هنا بيشتغل بنظام رولز، مش انه نظام فانكشن وبتدي لك سكور. هذا نظام الفانكشن والسكور وقتاش ممكن تستخدمه؟ لو انت بتستخدم سيرش استراتيجي. لو بدك تستخدم سيرش استراتيجي، ايش السيرش استراتيجي؟ انه احنا زي ما شفنا في المحاضره انه انت يعني بده يكون في عندك تفريعات انه من اللعبه هذه، من الحركه هذه ممكن تتحرك هيك، زي ما شفنا في المين ماكس. هاي تري سيرش، يبقى الهيورستيك وقتيش بتختاره؟ في التري سيرش. ممكن تستخدمه في البيست سيرش او في الاي ستار او في المين ماكس الجوريثم. اما الرول بيست ايفالي او الرول بيست استراتيجي بنستخدمها مع الاكسبرت سيستم، تمام؟ واضح. طيب نشوف المثال الثاني للتشيس. احنا صرنا هنا وحكينا انه انا عندي linear weighted sum لمجموعة من الفيتشرز زي هيك، تمام؟ ايش هي هذه؟ حكينا number of white queens minus number of black queens. لو كان عددهم متساوي صفر. number of white minus number of black صفر. وقتاش بتكون هذه الحالة؟ في بداية اللعبة. لسه ما لعبناش. عدد الجنود البيض هو نفسه عدد الجنود السود، عدد القلاع البيض هو نفسه عدد القلاع السود، وهكذا. فبالتالي هذا الترم انت بيصير عندك صفر، شايفه؟ تمام؟ وهذا الترم بيصير عندك صفر 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 صفر. طب ماشي، كيف بدي اختار؟ هيصير عند السطر اي حركه بستخدمها في السطر الاول كلهم يعني اي جند احطهم نفس الحاجه نفس السكور كلهم نفس السكور؟ استنى حكيت، خلينا نشوف رسمه تشيس بورد. هجيت حركة هذا زي حركة جندي قدام الملك. مين أخطر؟ كيف؟ هذا ممكن يروح. إيش هو هذا ممكن يروح؟
لو اجى جندي قال هي طيب انا بحكي لك حالتين قيس لي اياهم مع بعض. احرك جندي من قدام القرعه خطوه ولا افتح طاقه من هنا انه مع انه يصير الملك معرض للهجوم انه احرك الجندي هذا او الجندي هذا بس خطوه قارني هذا بهذا. لانه انت عندك انيشالي ايش الحركات الممكنه انت عندك انه الجنود اللي في الصف الاول يا بتحرك يا خطوه يا خطوتين. فبالتالي انت بتقول في الاول انه كلهم نفس الاشي نفس السكور. فروحت قلت لك بدك تقارن هاي بهاي هل خطورة هاي نفس خطورة هاي؟ يضلوا في عندك جندي بعمل بلوك للهجوم ولا انه تحرك جندي تاني انه تأثيره انه القلعة ممكن تكون مهددة يعني القلعة مش بنفس اهمية الملك صح؟ هذا بيؤدي انه يكون في عندك حاجة اسمها حاجه اسمها طبعا هذا الويب سايت اللي هو تشيس بروجرامينج ويكي كل ما يتعلق ببرمجه التشيس من ضمن هاي الشغلات اللي هي الايفالويشن فانكشن. تمام في عندك حاجه اسمها بياس سكوير تيبل وبياس فاليوز. تمام طبعا البياس سكوير تيبل بده يكون في عندك حاجه زي هيك يعني على سبيل المثال للنايتس للجنود بسكور لكل جندي اه 50 على 30 استنى هذا اقول لك ايش هو هذا الجندي بيسموه البيدق. تمام هذا الجندي لاحظ السكور تبع الجندي ايش هو الصف الاول كله اصفار لانه هو اصلا بيكونش موجود في الصف الاول. تمام وجوده هنا له سكور معين. طيب حركة أي واحد منهم في لها سكور. إيش معنى هذا الكلام؟ إنه حركته من هنا لهنا ماينس خمسة هنا زيرو هنا أي خمسة عشرة خمسين شايف كل ما تقدمت بزيد السكور. ليش؟ أنت لما وصلت للآخر إيش بيصير؟ تستبدله بالضبط. تمام كيف اقول بعرفش طوال بس لازم نفهمها عشان نعرف كيف حلينا. بتلعب الشطرنج؟ وجاي تدرس اي اي بتلعب الشطرنج؟ يا اخي يا ما اقوى قلبك يا راجل. كيف؟ لأنه خلاص بتم استبداله خلاص أنت بتستبدله. أنت إذا وصلته الصف هذا هي أعلى سكور هلقيت هنا بتحول لحجر جديد فبالتالي بتحطه صفار. طبعا هذه كيف؟ للبيضق البيضق خلاص انتهى فبالتالي أنه بصير بتحول لحجر تاني. الحجر الثاني في له ماتريكس يعني هذه للنايتس النايتس اللي هم هذه النايتس للقلعة أعتقد الحصان تمام فلاحظ انه هو الحركه تبعته انه بيتحرك انه بحرف ال بالضبط. فهذه التوزيع هكذا هذه التوزيع يعني انه حدا حطها وبدنا نمشي عليها فبالتالي انه انت بتصير كل حركه في لها سكور بتجيبه هيك بشكل مباشر مش محسوب حساب بتجيبه من حاجه اسمها بياس سكوير تيبلز. يبقى كل حجر في له جدول ايش بتعمل لوك اب بس لوك اب في هذا التيبل بتجيب السكور تبعه. تمام كيف بالضبط بتجيب انه البوزيشن هذا ايش الاندكس تبعه بتجيب السكور فبالتالي بتقول والله الوضع هيك السكور احسن ولا السكور احسن زي هيك. عدا عن ذلك في عندك هنا اكزامبل تاني
من الستاك اوفر فلو حدا بيسال انه كيف ممكن انه انت تعمل ايفالويشن فانكشن للتشيس. طبعا هنا في عندك many possible improvement. هنا بدك تاخذ بعين الاعتبار انه يكون في عندك وزيرين، هذا الوزير، وانت عندك ملك وزيرين. ما كتش بيصير عندك وزير وزير تاني، تمام؟ لما توصل الجندي لاخر اشي، تمام؟ في عندك شغلات تانية زي ايش مثلا؟ اللي هو number of squares controlled، عدد ال 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 السكويرز التايلز على الشيس بورد اللي انت بتقدر تتحكم فيها، تقدر تتحرك فيها. وهنا number of attacking squares، مع ذلك انه انت قديش الحجار تبعتك متقدمة وقريبة من الخصم تبعك. يعني انت في الاول تقدر تهاجم، يبقى number of attacking squares zero، تقدرش تهاجم. انت عندك الخيارات، الجندي اول اللعبة الجندي يا بتحرك خطوة يا خطوتين بعيد كتير، فبالتالي هذا النمبر في البداية زيرو. لاحظ هدول كلهم، وهي حطيت لك هنا نقط بالضبط. لسه في كمان، وانت هجيت لما تيجي تلعب شطرنج ايش بتختار؟ لو تلعب ضد الكمبيوتر بتقول له انا مبتدئ او متوسط او متقدم. كل انت ما بيغير لك الهيوريستيك فانكشن، كل ما انت تختار ايش متقدم بروح بحط لك في الهيوريستيك فانكشن شغلات تانية بياخدها بعين الاعتبار، بتحسن أداءه بشكل كبير، تمام؟ فبالتالي شغلات يعني هو بياخد باله منها، بصير انه انت فعلا اذا انت حريف شطرنج انه انت بدك انه انت عندك خبرة في الشغلات هذه كلها، يعني انه كاستراتيجية في اللعب، تمام؟ واضح يا شباب؟ هيك انت فتح لك افق، يعني انه انت تفكر في التشيس كيف انه انت. طب الايت بازل، الايت بازل كيف؟ فيش وقت للايت بازل؟ ناخدها بشكل سريع. ايش الجول تبعك؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وهنا بلانك او العكس، ممكن يكون البلانك في البداية. يبقى هذا الجول، افترض ان انت في عندك بورد زي هيك، ما فيش داعي ان انا احطها في سكوير، يعني مش خلاف. عندك هنا 8 3 1 2 البلانك هنا 6 ايش ضايل؟ 4 5 ضايل رقم 7 تمام. ولا هاي البورد اللي هي نفرض انه الواحد مكانها 3 2 7 5، خلي البلانك هنا ايش ضايل؟ 4 8 6 هاي ولا هاي؟ بدنا سكور لإلها، يعني بدي سكور انه اقول انه هاي وضعها اقرب للجول من هاي مثلا او العكس. وليش؟ كيف بدنا دالة بترجع لي رقم؟ ترتيب ايش؟ واحد. يبقى انت بدك تعد عدد التايلز اللي موجودة في مكانها او قديش بعيدة عن مكانها، بغض النظر انه فعلا انه انت عندك على سبيل المثال الواحد هنا بدك تنقلها هنا، بدك كم حركة هي بعيدة صح تمام، وفي الثلاثة بتعملها بلوك، يعني هيا انه هنا هنا في بلوك لإلها، بس انه فعلا انه هي قريبة. بتختلف كتير غير لما انه تكون انت عندك الواحد وين موجودة تحت هنا، فبالتالي زي كأنه ويت،
هذا المفهوم اسمه ريلاكسيشن. ايش الريلاكسيشن؟ انه انت تاخذ البروبلم بدون قيود زي الستريت لاين ديستانس. هل فعلا في بين المدينه هذه والمدينه هذه ستريت لاين؟ لا، بس احنا قسنا الستريت لاين ديستانس هيورستيك، طريقه تفكير انه والله هذه اقرب خلاص بدي اروح بهذا الاتجاه. فبالتالي هذه تعال احسب هنا الثمانية وين مكانها؟ هنا كم حركة بدها؟ هاي واحد تنتين ثلاثة، يبقى بقول ثلاثة زائد هنا الثلاثة وين مكانها؟ بدها حركة واحدة زائد الواحد كم حركة بده؟ تنتين زائد نقاط 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 بتكمل الباقي زي هيك. تعال لهاي، هذه مكانها كم حركة بدها؟ زيرو زائد كيف؟ صحيح، بعد ما انت كل ما تفرع بده يروح انه هو يحسب، فبالتالي انت بتستخدمها في السيرش تري. وهنا الثلاثة لازمها انه بعيدة واحدة، وهنا بعيدة واحدة زائد نقط 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 نقط، هنا بطلع لك رقم وهنا بطلع لك رقم، فبالتالي انه ممكن انه انت تختارها. هجد هنا في الويب سايت هذا هتلاقي انت عندك مستخدم شغلتين، طبعا هذه الاكشن اللي هو اربع اكشنز، وعندك هنا الاي ستار. اي ستار معناها بستخدم الجي والاتش، هاي معرف الاتش والجي، وهي مطبق لك اياها على شجره. طبعا هنا نتيجه الداله انت عندك ثلاثه، وهنا انت عندك ثلاث تفريعات ثلاث خيارات، يا اما تجيب الواحد تحت او هذه تجيبه هنا. هاي قيمة الدالة خمسة، هنا قيمة الدالة ثلاثة، هنا قيمة الدالة خمسة، مين الافضل؟ الثلاثة، اختار هذه فرعها. واضح كيف كل مرة انت بتعيد تحسب؟ انت عندك هنا ثلاث تفريعات خمسة وخمسة وثلاثة، مين الافضل؟ هذه فرعها، تمام؟ وهكذا. طبعا الامبليمنتيشن عندك هيو بالبايثون، وتلاقيه عندك وين؟ على هذا الجيت هاب. في الجيت هاب هذا بتلاقي عندك انبازل، لانه الان هذه ايش ممكن تكون؟ 8 او 15 او 24، كبر البورد زي ما بدك، تمام؟ ف انه نفس الكلام، وبتلاقي انه هاي الامبلمنتيشن تبعها وين؟ بالبايثون. هاي مطلوب مننا نعرف. لا لا مطلوب من انا ايش بركز لك؟ بركز لك على ايفالويشن، حط لي ايفالويشن فانكشن، لانه الامبلمنتيشن مليان كثير، بدي اياك تحط لي يعني تحلل صح وتحط لي ايفالويشن فانكشن لجيم. في عندك اساينمنت على الموديل، بدك انه انت تختار لعبه زي ما انت بدك، تمام؟ وبدك تحط لها ايفالويشن فانكشن. طبعا اللعبه هذه احتمال كبير جدا انه انا بكون بعرفهاش، تمام؟ فبالتالي بدك تحط الوصف تبعها والقواعد تبعها يعني تبعتها، عشان انه انا افهم اللعبه هذه كيف بتلعب، وعشان اشوف الايفالويشن فانكشن انه هل انت حطيتها بطريقه منطقيه وحللت بطريقه صحيحه ولا لا، تمام؟ كيف بتعرف انه خلصت يعني التحليل تبعها؟ انه زي ما انت شفت يعني انت يعني لقيت بازل بديت انه هيني احلل قدامك، واخذت عامل ورحت ضفت عامل ثاني ورحت ضفت عامل ثالث، وبتشوف بتطبق في البورد. لو بدك ممكن تبسط الموضوع وتختار يعني بورد جيم وتشوف كل الحالات تبعتها. كيف بتعمل هذه؟ هذه اللعبه. طيب بتيجي كل ما تحط اثنين على بعض بيجي اربعه، الاربعه واربعه 8 8 8 16 لحد ما تقص اللي جول 2048 هيك بتفوز. اه طب هي ما قال كاش فوزت وصل 2048 بضل اخذ مربع بعد كده. لازم اوصل عدد بدل ال 8 يصير عدد الرقم المربع. اوكي فبحسب لك على عدد الحركات. نعم بدنا ايفالويشن فانكشن. طبعا تمام. فموضوع محل أسئلة، فعشان هيك إنه أديتك عليه أمثلة إضافية وديتك عليه أسايمنت عشان تتدرب، لأنه سؤال تحليلي بدك إنه أنت تفكر فيه. يعطيكم العافية.